السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قديما كان التنمر والسخرية والاستهزاء بيكون على لون البشرة، إلا إننا وفي الآونة الأخيرة وفي ظل انتشار المرض المعروف في العالم كله بفيروس كورونا، واللي بدأ في الصين وانتشر من الصين إلى عدة دول أخرى، رأينا أناسا لا يعرفون شيئا عن دين الله سبحانه وتعالى يتألون على الله تبارك وتعالى ويسخرون من خلق الله. إن ما حدث في مصر في هذا الأسبوع من سخرية واستهزاء وتنمر لأحد الوافدين الذين أتوا من بلاد الصين إلى مصر، هذا مخالف لهدي الإسلام، وهذا مخالف لمنهج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. مجموعة من الشباب على الطريق الدائري حينما رأوا شابا صينيا أنزلوه من سيارته التي كان يستقلها واستهزأوا به وتنمروا عليه، ووقف ذلك المسكين لا يدري ماذا يفعل. وبينما وأنا أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي قرأت رسالة لأحد الطلاب الأزهريين الصينيين الوافدين. هذه الرسالة آلمتني أيما إلام، وحزنت بسببها حزنا شديدا. يقول في هذه الرسالة: أكبر من كورونا أن تؤذي رجلا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء من بعيد يترك أسرته ووطنه ليطلب العلم في مصر وفي الأزهر الشريف. أما والله نداؤكم واستهزاؤكم بأخيكم المسلم بكورونا أخطر من كورونا، فكف لسانك أيها العاقل. هذه كانت رسالة أحد الطلاب الوافدين الصينيين الذين يتعلمون ويدرسون في الأزهر الشريف، وأنا أقول نعم، كف لسانك أيها العاقل، فإنك محاسب وإنك مسؤول عن هذا أمام الله تبارك وتعالى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإنني أتعجب كل العجب، كيف يحدث هذا ونحن في مصر؟ كيف يحدث هذا ونحن في بلد الأزهر؟ الأزهر الذي يأتي إليه طلاب من 133 دولة حول العالم، يرسلون أبناءهم إلى مصر وإلى الأزهر الشريف ليتعلموا العلم. أيها السادة، والله ما جالست طالب علم وافد إلا ورأيت فيه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ما رأيت منهم إلا الأدب وحسن الخلق. هؤلاء حقا هم من يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعيب علينا أن نهين ضيوف مصر والأزهر، خاصة وإذا كان هذا الضيف طالب علم وحامل لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالملائكة الكرام يضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع. أوجه هذه الرسالة إلى إخواني من الطلاب الوافدين، وأقول لهم: أنتم في بلدكم مصر بين إخوانكم من المصريين، شرفت مصر بوجودكم. يفرحنا والله ما يفرحكم، ويؤلمنا ويحزننا ما يؤلمكم وما يحزنكم، فلا تهنوا ولا تحزنوا، فأنتم والله الأعلون. وأعتذر لك يا صديقي عما بدر من ثلة لا تعرف شيئا عن الآداب والأخلاق، وهذا هو الحال في كل مكان، فيه الخير وفيه الشر. لكن اعلم أنك أخ فاضل، وأرجو ألا يترك هذا الأمر أثرا سيئا في نفسك، فلعل الله أراد أن يرفع درجتك وأن يجعلك من عباد الرحمن الذين قال عنهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شكر الله لكم تشريفكم لنا في مصر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من قدمة هذا الإسلام ومن قدمة هذا الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.